وكلنا ركبنا هالفيال هذا الحلو خاصة ومع الكويتيين، مع الكويتيين عائلة عمي حاج محمد بن أحمد الله يسلمكم. حاج عبد العزيز، حاج عبد العزيز من الكويت طبعا، وهذا الولد الشاطر، وهالولد الشاطر محمد أحمد محمد من مركز الفيله العالمي في تايلاند. نقول لكم صباحكم الله بالخير من بقت يعني. طبعا جاء مع زوجتي وجايب روحي لها، ايه مو بعد واحد يشكك فيه وغير مني ومني يروح.